في البداية كل التحية لكل الأهلاوية، أهلا بكم حلقة جديدة والسادسة. حاليا المغرب أو المنتخب المغربي بيخوض المباراة الأهم في تاريخ الكرة المغربية بل والعربية بل والإفريقية، على بعد 45 دقيقة من بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم. لما راهنت على المغرب في يعني قبل المونديال ما يبدأ وقلت إنه تحديدا ثلاث منتخبات أراهن إن هم ممكن يروحوا لبعيد، كان ظني إنه المغرب والسعودية والسنغال يملكوا الحقيقة من العناصر اللي تكفل ليهم إن هم يروحوا لبعيد في المونديال. وإن كان السنغال والسعودية خذلوني، لكن المغرب الحقيقة نجح نجاح مبهر مبهر بكل المقاييس. الحقيقة أنا براهن عليه بشكل كبير جدا في مواجهته النهاردة قدام البرتغال، قدامه 45 دقيقة على تحقيق إنجاز تاريخي. القصة يا جماعة طويلة جدا وقصة فيها تفاصيل كتيرة جدا، مش أبدا مش يعني مش ممكن تتخيل أن الوصول لدور ال 16 ثم دور الثمانية وإن شاء الله بإذن الله يكون إنجاز تاريخي، الوصول لدور الأربعة الدور قبل النهائي يكون جاي محض صدفة أو وليد البطولة. ده شغل بقاله سنين طويلة جدا، تخطيط كبير جدا وإعداد لمنتخب محترم جدا يخليك تراهن عليه وأنت مطمن. وقد كان قدام الكبار ظهر بشكل اكثر من رائع والبدايات كانت مبشره جدا من دور المجموعات وتفوقه على بلجيكا وتصدره لمجموعته ثم لمواجهه المنتخب الاسباني واحد من المنتخبات المرشحه لاحراز اللقب وتفوقه، ثم النهارده منتخب البرتغال بيقدم شوط ولا اروع امام المنتخب البرتغالي وينهي الشوط الاول متفوق بنتيجه 1-0. الاهم بالنسبه لنا واللي يخصنا نتمنى طبعا، اعتقد ان المغاربه النهارده بيلعبوا باسم قاره افريقيا كلها وبيلعبوا باسم الشعوب العربيه والدول العربيه كلها، نتمنى لهم التوفيق. لكن الأهم الدروس المستفادة من مونديال 2022، ولينا عند الكلام ده وقفة طويلة، بس اسمحوا لنا قبل ما ندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا. دي أرقام نجومنا طبعا على مستوى صناعة الأهداف، وما تنساش طبعا إن احنا خلاص يعني احنا في الأيام الأخيرة من عمر المونديال، كلها كام ماتش ونرجع تاني نتابع الدوري. هتتعب شوية، النقلة صعبة، أنت عارف يعني إحساسك زي ما يكون مثلا داخل من مكان منور قوي لمكان ضلمه، ففي الاول بتبقى عينك يعني مش قادره تشوف، تحس انك انت مش شايف حاجه لغايه لما العين بتتاقلم على المكان وعلى درجه الاضاءه فيه فتبتدي تستوعب وتشوف بالتدريج. هي دي بالظبط النقله ما بين كاس العالم للدوري المصري. ويكفينا الحقيقه انه في النادي الاهلي، لانه لو ما فيهوش الاهلي ما اعتقدش انه حد هيتفرج على الدوري ولا حد هيتفرج على الكوره في مصر باي شكل من الاشكال. على كل الاحوال عندنا مباراه مهمه جدا طبعا، ما ننساش يوم الاثنين مباراه مؤجله في الدوري المصري، الاهلي والاتحاد السكندري، مباراه الحقيقه يمكن مؤجله من الاسبوع الرابع من عمر المسابقه. كان امبارح مستر كولر قرر انه يكون راحه لمده 24 ساعه، والنهارده رجع الفريق طبعا بعد ال 24 ساعه الراحه السلبيه للتمرين مره ثانيه استعدادا لمواجهه الاتحاد يوم الاثنين اللي جاي. مباراة برضو مهمة جدا، والأهم منها أنك تحافظ على سلسلة اللا هزيمة، سلسلة العلامة الكاملة. الأهلي لغاية دلوقتي ماشي حتى وإن كان في تباين نسبي، لكن أعتقد أنه إحنا تجاوزنا ماتش المقاولين وتجاوزنا ماتش الطلائع في مباراة المحل. الشكل اللي ظهر عليه فريق النادي الأهلي والمستوى اللي ظهر عليه نجومنا بما فيهم العائدون للظهور مرة أخرى، يعني بيرسي تاو بيرجع للظهور مرة ثانية، وأعتقد قدم مباراة جيدة جدا نسبيا، وان كنا نتوقع وننتظر منه طبعا الافضل لانه امكانياته بتسمح بده وماشت بيرسي تاو تسمح بده، لكن في النهايه اجمالا الفريق ظهر بشكل اكثر من رائع، كره جماعيه، كره سريعه، كره فيها ايقاع، كره فيها ضغط. واتمنى انه يعني اتمنى انه كاس العالم كده ما يبقاش بس لمجرد المشاهده، لانه تقدم فيه افكار وتقدم فيه تاكتكس وتقدم فيه طرق لعب تستحق ان احنا نشفها، او مش لازم نشفها، ناخد جزء من ناخد ملامح منها. لو طبقنا اللي شفناه في كاس العالم او يعني خصوصا من المنتخبات الصغيره على مسابقه الدوري، والاجهزه الفنيه كان عندها من الجراه انها تلعب بكرتها وتلعب بشخصيتها بصرف النظر عن اسم المنافس، اعتقد ان احنا نشوف دوري مختلف الى حد كبير. كل الصغار تالقوا، كندا، سويسرا، السعوديه، الكاميرون، غانا، الاكوادور، كلها منتخبات محدش انتظر منها اي شيء قبل بدايه، وفي مقدمتهم طبعا المغرب، المغرب اللي ان شاء الله باذن الله على بعد دقائق من الوصول لمربع ذهبي تاريخي.
فبالتالي لو فكرنا بس نطلع من التبعات اللي احنا عايشين فيها طول العمر واللي ما بتغيرش على فكره، يعني بالمناسبه انتوا عارفين لو الموضوع ده بيغير من الامر الواقع شيء، وبنشوف مثلا فريق بيوصل لمربع ذهبي او بنشوف فريق بيوصل لتتويج ببطوله، كنا نقول ماشي الناس بتراهن على حاجه وهي بتوصل مره اتنين تلاته، لكن مفيش حد بيوصل لحاجه في النهايه، النتيجه هي. فنتمنى ان شاء الله يكون في ناس تستفيد من الافكار اللي ظهرت في المونديال وتحاول تطبقها، يمكن الدوري يسخن ويحلو، ونتمنى ان شاء الله باذن الله نسخه قويه من الدوري المصري. النهارده كان في تمرينه زي ما قلت لحضراتكم، قبلها اجتماع مع لعيبه من مستر كولر، وتمرينه قويه جدا استعدادا لمواجهه الاتحاد السكندري ان شاء الله. اتحاد فايق قوي السنه دي، مقدم انطلاقته بتقول كده، يعني مش عارف هيقدر يكمل كده ولا لا، لكن الحقيقه عنده عناصر مميزه جدا، معاه مدير فني محترم جدا، وبالتالي وطبعا عنده جماهير محترمه جدا، من اكثر الجماهير اللي انا بحبها على المستوى الشخصي وبحترمها وبقدرها، جماهير كوره بجد هي جماهير اتحاد السكندري، وبالتالي مباراه ان شاء الله باذن الله تكون مباراه قويه وممتعه، ونحافظ فيها على العلامه الكامله، ونحافظ فيها على مشوارنا الناجح جدا مع مستر كولر من بدايه الموسم. عايز دي طبعا لقطات من تمرينه النهارده. خدوا بالكم الكلام بدا كتير جدا على مين ماشي ومين جاي له عروض ومين غضبان ومين ما بيروحش التمرين، كل ده ارمي ورا ظهرك، كل ده ملوش علاقه خالص باوضه اللبس وملوش علاقه بفرقه النادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله مش هيعطلنا ومش هيخرج لعيبتنا عن تركيزهم. نص لعيبه الاهلي بيفوضها ناس، ونص لعيبه النادي الاهلي طلعت اعاره، ونص لعيبه الاهلي عايزه تمشي. ده ملخص الكلام اللي بيحصل على صفحات او على منصات التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا. الملعب قصه تانية خالص. سريعا بقى عايز اتكلم معاكم، وهتكلم في ده بالتفصيل النهارده مع ضيوفي بلال محسن واحمد مصطفى، هيشرفوني النهارده في السادسه. لكن تعالوا نتكلم بجد بقى، تعالوا نتكلم ونقف مع كاس العالم، اتمتع زي ما انت عايز وشوف كوره من نوع تاني، شوف كرنفال في المدرجات، وشوف ملاعب، وشوف ارضيات، وشوف نقل وتصوير وبث تلفزيوني على اعلى مستوى، وشوف كوره مختلفه، كوره غير. لكن في النهايه تعالوا نتكلم مع بعض بجد شويه. النهارده منتخب زي المنتخب المغربي بيلعب دور الثمانيه، وقريب جدا جدا ان شاء الله لو كان معاه التوفيق ان يوصل للدور قبل النهائي. منتخبات زي ايطاليا بطل عالم ما راحش المونديال اساسا، المانيا خرجت من الدور الاول، اسبانيا خرجت على ايد المغرب، البرازيل خرجت على ايد كرواتيا. كرواتيا لتاني مره على التوالي مربع ذهبي، وكرواتيا تحديدا لابد انك انت تنظر لها بعين الاعتبار، ايه الجيل ده؟ ازاي؟ المعطيات ايه؟ الناس دي عملت ايه؟ على مستوى الدوري، الدوري الكرواتي لا ينظر اليه احد. لو سالت 10 سؤال تقول لهم فيه قول لي ثلاث اسماء لثلاث انديه من كرواتيا، ما حدش يعني لو حد قال لك فيهم دينامو زغرب مثلا يبقى كتر خير الدنيا. على مستوى اللعيبه السوبر افضل 20 لاعب في العالم ما فيهمش لاعب واحد كرواتي. ما فيهمش لاعب واحد كرواتي. سيبك من لوكا مودريتش لانه لقد كان. لوكا مودريتش تاريخ. لكن النهارده لما تيجي تقيم لوكا مودريتش مش من افضل اللعيبه على مستوى العالم، مش من افضل 20 لاعب على مستوى العالم. ما عندكش امبابي، هاري كين، ليفاندوفسكي، بنزيما، ايرلينج هالاند، محمد صلاح، كيفن دي بروينا، ما عندكش. ما عندكش فيرجيل فان دايك في الدفاع، ما عندكش. ما عندكش لعيبه من العيار الثقيل، وما عندكش انديه بتظهر اساسا على الساحه، مش هقول لك بتنافس على الالقاب الاوروبيه، ما لهاش وجود اساسا. ومع ذلك عندك منتخب في منتهى القوه قادر يوصل للدور قبل النهائي، وصل بالفعل المباراه النهائيه في النسخه الاخيره من كاس العالم، ووصل للمربع الذهبي وعلى بعد خطوه وحيده، صحيح في مواجهه الارجنتين، لكن عنده شخصيه. منتخب ارهق البرازيل بشكل عنيف لمده 120 دقيقه. منتخب قدر يرجع في واحده من اصعب المباريات قدام المرشح الاول للفوز باللقب. وبالتالي هنا انت بتتكلم عن ناس عندها رغبه وعندها اراده وعندها تصميم، عندها رؤيه وعندها قدره على التحضير وعندها رغبه في اظهار قدراتهم، وقد كان ونجحوا الحقيقه في تحقيق انجاز تاريخي يحسب للجيل ده ويحسب للقائمين على المنظومه في كرواتيا. ما برضو انجاز ما يعني ما تقدرش تقول جاي بالصدفه. كرواتيا لما توصل مباراه نهائي كاس عالم وتخسر قدام فرنسا، ده انجاز تاريخي كان ممكن ان هو يكفي لسنوات طويله جدا. الناس دي مش بتبحث عن التأهل، الناس دي بتبحث عن الفوز بالبطولة، الفوز باللقب. الجيل ده من كرواتيا أعتقد هيكون جيل تاريخي، جيل تاريخي. وبالتالي المعايير هنا
تستحق ان احنا نبص لها نظره تقييم. التجارب دي لابد ان احنا ندرسها ونستخلص منها دروس وعبر يمكن نستفيد بيها. واعتقد ان المنتخب المصري جدير دايما بان هو يكون موجود في بطوله زي بطوله كاس العالم. ما بقولش ان احنا نوصل مربع ذهبي، وما بقولش ان احنا نوصل دور 8، لكن التواجد في كل نسخه من نسخ كاس العالم اعتقد انه حق اصيل جدا للكره المصريه، فتستحق جماهير الكره المصريه. على كل الاحوال هنشوف ونتابع. عندنا النهارده طبعا مباراه ضرب نار بالليل، يعني نهائي برضو مبكر. عندنا واحد من كلاسيكيات الكره، انجلترا في مواجهه فرنسا. النهارده الاحمر والاخضر بيتواجهوا في مباراه واحده، اللون الزي الرسمي للمنتخب المغربي والزي الرسمي للمنتخب البرتغالي هو الاحمر والاخضر، والابيض والازرق بالليل الزي الرسمي لمنتخب فرنسا والزي الرسمي لمنتخب انجلترا. واحده من اصعب واقوى المواجهات اللي هتشوفها في النسخه دي من كاس العالم، وبيزيد من صعوبتها انه الفائز بيها هيتاهل للدور قبل النهائي. مين يكسب النهارده ومين هيكون جدير بالوصول للمباراه النهائيه؟ مين الاطراف اللي تليق بمباراه عظيمه؟ انا بشوف انه اتمنى ده يبقى حلم كبير جدا لكل العرب ولكل الافارقه انه المغرب تكون طرف في المباراه النهائيه، لكن اعتقد انه هيكون الى حد كبير سيناريو صعب، لكن هنشوف ونتابع. والمونديال ده علمنا مفيش حاجه اسمها مستحيل. فاصل ونرجع لحضراتكم. ده طبعا نيرو اتسوري لما كان في قمه مجده، واحنا شفنا يعني في الثواني البسيطه دي اساطير كانوا بيلعبوا لصالح الانتر. طبعا لما كان الانتر واحد من الماسترز في اوروبا كلها، شفنا رونالدو الظاهره، شفنا ايفان زامورانو او زامورانو الرهيب كما كان يطلق عليه في سابق جوركايف، ونجمنا النهارده في السادسه بنواكوي، واحد طبعا من نجوم مارسيليا بدايه المشوار مع مارسيليا وبي اس جي في فرنسا، ثم الانتقال للانتر ميلان في جيل عظيم حقيقه. ومع الاسماء يمكن اللي ما ظهرتش كان في بقى زانيتي وفيرون اخوان سيباستيان فيرون، ومن بعدهم ادريانو وريكو، نجوم كتيره وتقيله وكبيره جدا طبعا لعبت لصالح الانتر قبل مواجهه فرنسا وانجلترا. النهارده هيكون معنا نجم الكره الفرنسيه بنوا كوي، نجم طبعا مارسيليا وسان جيرمان وانتر. بدايه طبعا اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، وبشكرك جدا على مشاركتك معنا ساعات قبل مواجهه مهمه جدا للمنتخب الفرنسي في مواجهه نظيره الانجليزي طبعا في دور الثمانيه في كاس العالم. Écoutez, déjà, c'est بالفعل شكرا لكم. هذا شيء رائع وشرف لي أن أتواجد على قناة طاقم اليوم، وهو شيء كبير لي ومن دواعي سروري. دائما عالم كرة القدم في كل مكان كما نقول ويدعم الجميع، وبالتحديد في مصر وفي فريق كبير مثل فريقكم فريق النادي الأهلي. وبالفعل شكرا لكم، أنتم تظهرون شيئا رائع وسمعة جيدة للكرة المصرية والكرة في العالم، ولابد أن نستفاد من هذا، فشكرا لكم جزيلا. الشكر كله ليك موصول طبعا. بداية ويمكن قبل ما أدخل في مباراة الليلة اللي هتجمع بين إنجلترا وفرنسا، أنا عرفت أنك أنت بتظهر معنا دلوقتي لايف من لشبونة من عاصمة البرتغال، ومباراة طبعا الدور الثمانية البرتغال والمغرب يعني في شوطها الثاني. يهمني اشوف رايك في اذا كنت بتتابع المباراه، رايك في المستوى المنتخب المغربي اللي بيعتبر مفاجاه البطوله، تفوقه حتى الان او حتى اللحظه على المنتخب البرتغالي المدجج بالنجوم طبعا، وردود الافعال عندك في البرتغال عامله ازاي؟ أنا أرى أنه شيء واضح، هم حققوا أرقام رائعة على مستوى المونديال، لاعبون لديهم القدرات الكبيرة والمواهب الظاهرة بشكل واضح. هو فريق أيضا يعتمد على أداء جيد، لديهم دائما نظرة جيدة وتكوين جيد للفريق. أعتقد أن المغرب هي فعلا الدولة التي تدعم هذا الفريق، ولهذا هم وصلوا لهذه المكانة التي نراها اليوم. أعتقد أنهم مثال رائع للكرة الإفريقية. يعني إذا ما نجحت فرنسا في الفوز على إنجلترا النهاردة، يعني هتتأهل لمواجهة واحد بالفرقتين. البرتغال سبق ليها أنها كسبت المنتخب الفرنسي في نهائي اليورو،
المنتخب الفرنسي ايضا في بطوله كاس العالم الحاليه تعرض للخساره على ايد فريق من فرق شمال افريقيا مشابه لحد كبير لاسلوب وطريقه لعب المنتخب المغربي وهو المنتخب التونسي، وبالتالي هل بتشوف انه المواجهه اصعب؟ هل انت شخصيا تفضل مواجهه فريق على حساب اخر؟ أعتقد في هذا المستوى الحالي كل الفرق كبيرة، كل الفرق نحن في قبل النهائي، فأعتقد أن أي فريق سيذهب لمباراة صعبة جدا، ولكن اليوم فرنسا ستلاقي إنجلترا وستكون مباراة صعبة جدا وفريق قوي جدا، ولكن أعتقد إذا كانت البرتغال أو المغرب لا يوجد لي تفضيل، أرى أن المباراة ستكون صعبة في كل الأوقات. عموما يمكن كتير بيروا أن المباراة دي تليق بأنها تكون نهائي مبكر، المنتخبين ظهروا بصورة جيدة جدا وصورة قوية جدا في البطولة الحالية ويملكوا من العناصر سكواد الحقيقة سواء السكواد الإنجليزي أو السكواد الفرنسي على أعلى مستوى، لكن في النهاية البعض بيرى أنه ده أول اختبار حقيقي للفريقين، أول مواجهة صعبة في بطولة كأس العالم للفريقين، هل بتتفق مع الرأي ده؟ وإزاي بتشوف فكر أو طريقة أو رؤية ديدييه ديشان في مواجهة المنتخب الإنجليزي للوصول للمربع الذهبي؟ نعم نعم هو اختبار صعب، هو اختبار صعب، كل الفرق أقوية جدا، ولكن في هذه الليلة هو اختبار حقيقي للمنتخب الفرنسي، سيلعبون في مواجهة المنتخب الإنجليزي، ويجب أن يكون دائما في أفضل تركيز لكل اللاعبين، لأن أعتقد أن الماتش سيكون صعب جدا ومعقد، لأن جودة لاعبي المنتخب الإنجليزي هم يلعبون في الدوري الإنجليزي وأبطال، هم لاعبون رائعين فعلا، والإنجليز في هذا المونديال ظهروا بقوة، ولهذا أعتقد أنه من الصعب، يجب على ديدي ديشان أن يختار الأفضل اللاعبين الذين سيلعبون في هذه الليلة، ولكن أعتقد أنه لديه وجهة نظر جيدة في المباريات. يعني أعتقد أنه نجاح ديدييه ديشان في الوصول للدور ده رغم مش هسميها قوي صعوبات، لكنها في النهاية كانت غيابات تأثر على أي فريق، غياب نجوم بحجم كريم بنزيما، غياب نجم بحجم بول بوجبا أو حتى نجولو كانتي، أعتقد يهز ويأثر على استقرار أي فريق، وخصوصا أن هم كانوا من العناصر الأساسية في الفترة الأخيرة. هل تعتقد أن العناصر البديلة بداية نجحت في ملء الفراغ؟ وهل تعتقد أنه على ديدييه ديشان أن هم يراهن على نفس المجموعة أمام المنتخب الإنجليزي، ولا تتوقع أنه يكون في بعض التغييرات في طريقة لعب أو في الأسماء اللي هتكون موجودة في تشكيل المنتخب الفرنسي النهاردة؟ بنزيما هو لاعب للأسف غيابه هو لاعب لا يعوض، حتى بوجبا هم لاعبون كبيرين دائما ما يفعلون الفارق على مستوى الفريق، وهم يعتبرون كالأفضل في مراكزهم، وشيء يدعو للحزن أن نفتقد هؤلاء اللاعبين، ولكن الآن فرنسا لعبت مونديال قوي الآن، وفي هذه الليلة يوجد ماتش صعب بالفعل، وأعتقد أن الفريق الفرنسي لديه العناصر القوية التي تستطيع أن تستبدل هؤلاء اللاعبين الغائبين، وأعتقد أن اللاعبون أيضا لديهم الرغبة في الظهور بشكل قوي، ولا نريد أن نرجع إلى الخلف، نريد فقط أن نتقدم. على مستوى خط الهجوم الفرقتين الحقيقه او المنتخبين بيملكوا اسماء على اعلى مستوى، يعني في فرنسا بالتاكيد طبعا وجود كيليان امبابي في المقدمه، وجود لاعبين باهميته بحجم عثمان ديمبلي او حتى انطوان جريزمان او اوليفييه جيرو، بيقول انه خط المنتخب الفرنسي قوي وناري، لكن على نفس المنوال وعلى نفس السياق ايضا المنتخب الانجليزي يعني بيتمتع بعناصر قويه جدا ومميزه جدا، فيل فودن، هاري كين، ماركوس راشفورد، جاك جريليتش وغيرهم من الاسماء. تبقى النقطه هنا ويمكن تكون عامل الحسم في مواجهه من النوع ده هي خطوط الدفاع، من وجهه نظرك شايف بترى ازاي قدرات الخط الدفاع الفرنسي بقياده رافائيل فاران،
في مواجهه خط الهجوم الانجليزي المدجج بالاسماء يعني. للفوز بكأس العالم يجب أن تكون قوي في جميع الخطوط، يجب أن تمتلك عناصر في كل الخطوط. المنتخب الفرنسي يمتلك اللاعبين، ما يستطيعون أن نقول أن يوجد لاعبون جيدون في كل المراكز. هم أيضا على المستوى البدني أقوياء جدا، اللاعبين المنتخب الفرنسي على مستوى الدفاع لديهم قوة. هرنانديز لاعب رائع أعتقد، ولديه الخبرات الجيدة. العديد من اللاعبين في خط الظهر الذين يمتلكون قوة. بافار أيضا لاعب رائع ولديه كثير من الخبرات، وحارس كبير، نمتلك أيضا حارس كبير في الذي يلعب في الدوري الإنجليزي. وأعتقد أن على مستوى الدفاع فعلا المنتخب الفرنسي قوي، ولكن سيلعبون أمام هجوم فعلا قوي هو هجوم المنتخب الإنجليزي. وأعتقد أن يوجد توازن في الفريقين على مستوى الخبرات وعلى مستوى اللاعبين، ولكن التركيز والاهتمام والتركيز خلال المباراة هو ما سيصنع الفارق. الرغبة في تحقيق الفوز. في منتصف الميدان يوجد أيضا لاعبون جيدين، هم كانوا يستطيعون أن يساعدوا الدفاع مثل تشاوميني، ولهذا أعتقد أن المنتخب الفرنسي لديه القدرات على أن تمر من هذا الدور وفي هذه المباراة. مين مفتاح الفوز لفرنسا من وجهة نظرك النهارده؟ أعتقد هو امبابي طبعا، هو شيء سهل أن أقول، هو امبابي هو يستطيع أن يفوز الماتش بالمباراة، هو قادر على تحقيق، هو لاعب رائع، لاعب مختلف، يمتلك العديد من الإمكانيات التي لا يستطيع خط دفاع أن يضاهيها، وهو دائما لديه الرغبة، هو جائع للحصول على أكثر والذهاب بعيدا. فلهذا هو طبعا هو امبابي هو مفتاح المباراة، وهو يعتبر في الوقت الحالي كأفضل اللاعبين في العالم أو أحد أفضل اللاعبين في العالم. هو الحقيقة يمكن بيواصل تألقه ونجح في كسر رقم قياسي حققه طبعا أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي، اللي سجل 7 أهداف في مشاركته في كأس العالم قبل ما يوصل 24 سنة. نجح كيليان امبابي في الوصول ل9 أهداف قبل بلوغ سن ال 24، وبالتالي اعتقد احنا بنتكلم على ظاهره في كره القدم الفرنسيه، اعتقد انها هتفيد المنتخب الفرنسي لسنوات. رايك بقى، هل تتوقع بعد انتهاء المونديال انه كيليان امبابي يبقى في الدوري الفرنسي، يبقى مع بي اس جي، ولا بترى انه من الافضل ليه انه يخرج بره حدود فرنسا ويلعب لنادي اكبر على مستوى قاره اوروبا؟ أعتقد لا، امبابي لديه عقد مع باريس سان جيرمان وهو جدد تعاقده مع الفريق ولا يستطيع الذهاب. هو فعلا لاعب كبير، وهو فعلا ريال مدريد والعديد من الفرق الكبيرة في أوروبا تتمنى أن تحصل عليه، ولكن أعتقد أنه محترم لتعاقده مع باريس سان جيرمان. هم اعطوه الكثير من الاموال الذي لا يوجد نادي يستطيع ان يعطيه اياه، واعتقد ان حصل فرنسا على كاس العالم اعتقد ان شيء سيجعله يجلس في فرنسا ويبقى في فرنسا مع باريس سان جيرمان. سؤالي الاخير، اذا ما نجحت فرنسا في بلوغ المباراه النهائيه، من تفضل ان تواجه؟ المنتخب الأرجنتيني في مواجهة هتكون من العيار الثقيل، أم المنتخب الكرواتي في سيناريو مكرر من نسخة كأس العالم روسيا 2018؟ بصراحة أعتقد أن شيء صعب أن نحدد، ولكن إذا فرنسا صعدت أعتقد أنه من المفضل أن تواجه فريق مختلف، سيكون شيء أفضل. وإذا رأينا مواجهة بين فرنسا والأرجنتين، ميسي وإمبابي، سيكون شيء رائع لأي أحد يحب كرة القدم، سيكون شيء
بالفعل رائع، سيكون نهائي يليق بكأس العالم. ميسي نعم لديه، هو في عامه 35، ولكن هو يستطيع أن يفوز بكأس العالم. وفي الجانب الآخر في فرنسا يوجد إمبابي الذي يتمنى أن يحقق التاريخ ويفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي. أعتقد يوجد العديد من المواقف، ولكن من المفضل أن نفكر في مباراة الليلة وثم بعدها في مباراة قبل النهائي. وإذا مرت فرنسا سنقرر ماذا نتمنى أن نواجه في المباراة النهائية، وما نتمنى فعلا أن نفوز في هذه الليلة، لأن المباراة اليوم فعلا صعبة. بنواكوي نجم الكرة الفرنسية مارسيليا سان جيرمان والإنتر الإيطالي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للمنتخب الفرنسي والكرة الفرنسية في مواجهتها النهاردة أمام المنتخب الإنجليزي. أعتقد أنه واحد من المنتخبات القوية، واتفق تماما مع كوي في فكرة أنه إذا وصل المنتخب الفرنسي للمباراة النهائي، نهائي كأس العالم، أعتقد أنها هتكون مباراة لا تنسى تجمع بينه وبين البرازيل. صعب قوي نشوف نهائي مكرر، مع كامل الاحترام لكرواتيا، تجربتها الحقيقة ملهمة ومبهرة، منتخب محترم جدا 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 وقدم كرة على أعلى مستوى، لكن أتمنى أشوف وأعتقد أن الكوكب كله يتمنى يشوف نهائي يجمع بين فرنسا وإنجلترا، فرنسا وأرجنتين، أو إنجلترا والأرجنتين، أو طبعا إحنا كعرب وأفارقة نتمنى طبعا أنها تكون المغرب والأرجنتين. فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة. ده طبعا الأرقام المعلنة بشكل رسمي غير اللي بين السطور، لكن في جميع الأحوال يبقى الفيفا أكبر دولة على مستوى العالم، وشعب كرة القدم هو تقريبا أكثر من نص سكان الكوكب. في جميع الأحوال خلينا نرجع للمونديال، وحتى اللحظة المغرب متألقة متفوقة، وبصرف النظر تماما وكلية عن نتيجة المواجهة والمباراة، المغرب الحقيقة شرف الكرة العربية والإفريقية في المونديال، ونتمنى له كل التوفيق فيما تبقى من عمر المواجهة أمام المنتخب البرتغالي اللي زادت شرسته. بتتكلم على منتخب مدجج بالنجوم، نزل طبعا الملعب في الشوط الثاني كريستيانو رونالدو، مع وجود بقى لعيبة زي برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، جواو فيليكس، جواو كانسيلو، روبن دياز، يعني فرقة تقيلة جدا. إنجاز المغرب هيكون تاريخي في حال نجح في الفوز والتأهل للمربع الذهبي، ونتمنى لو ده حصل يحصل في خلال 90 دقيقة، هي عمر ووقت الزمن الأصلي للمباراة، ما يمتدش اللقاء ل 120 دقيقة، لأنه بالتأكيد هيكون ليه تبعات سلبية بدنيا طبعا على المنتخب المغربي قبل ما يتأهل إن شاء الله لمواجهة واحد من الفائز أو من الفائزين من منتخب فرنسا ومنتخب إنجلترا. عن المواجهتين هتكلم، وعن مواجهات امبارح الحقيقة لازم يكون لينا وقفة مع ضيوفنا في السادسة، بلال محسن وأحمد مصطفى محللي الكرة العالمية اللي بيشرفونا النهاردة. بلال مساء الخير وأهلا وسهلا بيك، منور الدنيا. مساء النور أستاذ أحمد، وأهلا بكل السادة المشاهدين. ماشية مع ميسي هي سيدي. يعني الحمد لله، أنا راهنت المرة اللي فاتت على ميسي، وأنا قلت اللي بيراهن على ميسي كسبان وهو ما خذلنيش يعني. لسه هنشوف لسه هنشوف حتى الآن. أبو حميد منور الدنيا ومتعلق دايما الشياكة دي. تسلم الشياكة دي، أتعلم منك. أهلا وسهلا يا أحمد، منورين الدنيا. ماتشين ومواجهتين في منتهى القوة، وما كانش حد الحقيقه يقدر يحسم بشكل يعني قاطع مين هيتاهل من الناحيه الشمال، ارجنتين، هولندا، برازيل، كرواتيا، لغايه الثواني الاخيره من عمر المباراه الى ان حسمتها ركلات الترجيح. اعتقد انه المفاجاه امبارح كانت فوز كرواتيا او تاهل كرواتيا على حساب البرازيل. في الحقيقه امبارح يا جماعه المشاعر في كره القدم بتتحرك بشكل يعني فياض. انا امبارح تعاطفت مع برازيليين ومع بكاء نيمار ومع الحقيقه صدمه الخروج من المونديال بشكل غير طبيعي، في صدمه الحقيقه من خروج البرازيل. بلال، يعني زي ما حضرتك قلت كده يا استاذ احمد، كانت صدمه لكل متابعي كره القدم بصفه عامه، والمشجعين الابرز دايما في كل بطوله بيبقى النسبه الاكبر لمنتخب البرازيل، وهو المرشح الاول دايما في اي بطوله كاس عالم. ولكن بقى يعني عقده السادسه بتطارد البرازيل بقى لها يعني اكتر من 4 أو 5 بطولات بتحاول تبحث عن اللقب السادس، مش قادره. هو صدمه البرازيليين امبارح في الخروج من كاس العالم بالذات في النسخه دي، يعني في نسخ قبل كده بما فيهم النسخه اللي استضافتها البرازيل نفسها، لكن شايف انه الصدمه السنه دي او الصدمه في النسخه دي
اكبر من صدمه المصريين في عدم التاهل لكاس العالم. انت ملاحظ يعني ملاحظ الفرق او الجاب عامله ازاي؟ الناس دي كانت مرشحه بقوه من قبل البطوله، ومع بدايه البطوله كمان كان واضح جدا منتخب البرازيل جاهز الحقيقه انه ينافس على اللقب بقوه. يعني كان المنتخب البرازيل كان عامل حاله في البطوله، حاله فنيه، كان بيقدم عروض ممتازه في كل مباراه، عرض افضل من المباراه السابقه، حتى يعني الاداء كان رتم الاداء بتاعهم كان بيعلى من مباراه للثانيه، كان خلاص الكل بيرشحهم ان هم رايحين فعلا لحتى على الاقل للمباراه النهائيه، وبعد كده طبعا كان هيبقى عندهم فرصه ان هم يتوجوا، لكن للاسف امبارح منتخب كنا نفسنا كمان نشوف ارجنتين برازيل، يعني كان هيبقى كلاسيكو الارض في، ولكن طبعا يعني الموضوع ما المباراه ما مشيتش زي ما الناس كلها عايزه، هدف للاسف يعني هدف صعب جدا بتستقبله شباك الحارس اليسون من اول تسديده المنتخب كرواتيا على مرمى اليسون، كره بتصطدم الدقيقه 116 طبعا، بتصطدم كمان الكره لسوء حظ المنتخب البرازيلي بقدم ماركينيوس المدافع وبتعانق الشباك في وقت حرج جدا، وقت صعب جدا. البرازيل حتى لو على ارض الملعب نيمار وانتوني وكل اللعيبه دي خلاص، الوقت كان صعب جدا للاسف، والخبرات اللي موجوده في منتخب كرواتيا على عكس ما كان كل بيتوقع ان الانهيار بدني بسبب عامل السن، لا بالعكس احنا امبارح شايفين عادي عواجيز 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 ولا حاجه. لوكا مودريتش امبارح بيعيش حاله كانه لاعب لسه عنده 20 سنه. كمان ايفان بريزيتش كل الخبرات امبارح، بروزوفيتش عمل مباراه كبيره. طب خليني اسالك يا احمد عن كرواتيا. انا في بدايه الحلقه قلت ان كرواتيا نموذج يستحق ان احنا نقف عنده كتير، والحقيقه انه السؤال اللي هساله لك ده ممكن ناخد في حلقات عشان نجاوب عليه، لكن انا عايز الخطوط العريضه، عايز العناوين المانشيتات. كرواتيا فريق لا يملك انديه على مستوى قاره اوروبا بتحقق اي شيء، بل ان انا سالتك قول لي 3 أو 4 اسماء انديه في كرواتيا غالبا يعني هتعرف واحد او اتنين بالكتير، حتى حارس المرمى مميز جدا وبيلعب في دينامو زاغرب. على مستوى الانديه ما فيش، على مستوى اللاعبين يملكوا مجموعه لعيبه جيده، لكن لو بصيت مثلا لاهم 20 لاعب او توب 20 بلايرز مثلا على مستوى العالم ما فيش حد في كرواتيا. رغم كده الحقيقه بيصل لمربع ذهبي، ده بنتكلم على وسيف النسخه الاخيره من كاس العالم روسيا 2018، وبيصل للمربع الذهبي مره ثانيه على التوالي بالتاكيد من الصدفه. ليه من وجهه نظرك؟ رقم واحد المدرب. مدرب المنتخب الكرواتي مدرب كبير، مدرب عارف يتعامل مع لعيبه المنتخب الكرواتي بذكاء شديد جدا، عارف يتعامل مع كل المباريات زي ما هو عايز. المنتخب الكرواتي العالم كله على ما اعتقد كان محدش متوقع ان البرازيل هتخسر، لكن اعتقد ان لعيبه المنتخب الكرواتي بالمدرب كانوا مصدقين ان هم ممكن يكسبوا منتخب البرازيل، وده كان باين في الملعب حتى بعد الهدف اللي دخل في وقت اعتقد ما حدش بيقدر يرجع منه قدام منتخب كبير زي منتخب البرازيل. صحيح. لكن انت تبقى مصدق ان انت قادر ان انت تكسب ترجع. دي لوحدها بتبين قد ايه شخصيه المنتخب الكرواتي، ودي مهمه جدا. اتفق معاك جدا، شخصيه باينه جدا بترجع وما شكتش في لحظه او الانهزاميه مش موجوده. مدرب مدي ثقه لعيبته، مدرب مدي وعارف اللعيبه بيستخدم امتى. شفنا في ماتش اليابان بيطلع لوكا مودريتش، الماتش ده عمل 3 حاجات مهمين جدا. لوكا مودريتش لعب في الماتش ده في 3 مراكز، يعني في بدايه المباراه باين ذكائه، عارف ان اكبر ضغط على البازات سيطر عليه، اضغط على كازاميرو، كان بيلعب في لوكا مودريتش رقم 10، فبعد ما البرازيل بدا يستحوذ اكتر بدا يبدا من تحت ورجعه رقم 6، وده شفنا قد ايه ذكاء المدرب وقد ايه لوكا مودريتش لعيب كبير قوي، ان لعيب ما شفتش لعيب تقريبا على مدار السنين اللي فاتت دي، لعيب نص ملعب يلعب في 3 مراكز في مباراه واحده، وفي اغلب المباريات بيلعب بنفس المستوى في السن ده. فاعتقد المنتخب الكرواتي يعني لازم شابوه نرفع له القبعه. منتخب اعتقد مكسب منتخب كرواتيا يبين 3 حاجات مهمين. اول حاجه يبين قد ايه قوه المنتخب المغربي، ان المنتخب المغربي عمل مباراه كبيره جدا ضد المنتخب الكرواتي في بدايه المونديال. حاجه بقى مش محتاجين نثبتها خلاص يعني منتخب المغرب النهارده لعب مع الكبار وقدر ان هو ينجح ويتفوق على منتخب بحجم بلجيكا واسبانيا والبرتغال حاليا يعني. تاني حاجه ان يبين لك ان اللي بيتعالى على الكوره يخسر. البرازيل لحد الدقيقه 119 قبل ما يدخل فيهم الجون واثقين ان هم كده كاسبين الماتش، يعني هم حتى متعادلين احنا نكسب في اي وقت. ايوه. الحاجة الثالثة، المدرب برضه كان مغرور بتاع البرازيل، غروره خلاه يعمل تغييرات 3/4 غلط. أول تغيير ما ينفعش بأي حال من الأحوال بتغير فينيسيوس ده في الدقيقة 50. أنا قلت أكيد في حاجة، يعني هو اشتكى من إصابة. أغرب تغيير ممكن أعتقد خسارة البرازيل الأساسية تغيير فينيسيوس. أنت لعيب أولاً مدي حرية لنيمار، لأن هو مخلي الضغط كله سواء فينيسيوس، فنيمار واخد حرية. أنت لما خرجته ضغطت نيمار أكتر
وخليت النيمار بقى في خلاص عليه اللي هو سهل. نيمار واضح كمان مع الوقت انه متاثر بالاصابه طبعا اللي طبعا هو عمل هو تيتي امبارح عمل يعني حاجتين حاجه صح الاول اللي هو طبعا لما خرج رافينيا لما خرج رافينيا في الاول ودفع هي. بانتوني كان مميز جدا في الحقيقه هي. يعني من وقت نزول انتوني انا بشوف انتوني كمان اعلى من رافينيا هو لو كان كسب اعتقد ان انتوني كان هيكمل في قبل النهائي ما كانش هيلعب رافينيا يعني احنا التغيير الاول عمله تيتي في الدقيقه 55 اخراج رافينيا في الدقيقه 55 وده فعلا لان رافينيا كان مختفي تماما في ال 55 دقيقه من المباراه وزي ما قلت لحضرتك دفع بانتوني عمل حركه كبيره هو استعجل بقى في الدقيقه تقريبا 63 واخرج فينيسيوس زي ما احمد قال وزي ما حضرتك قلت اخرج فينيسيوس من المباراه رغم ان فينيسيوس مفتاح لعب مهم جدا لمنتخب البرازيل في كل المباريات السابقه يعني لو شفنا هدف كاسيميرو امام سويسرا هو اللي كان صناعه فينيسيوس معظم الاهداف ومعظم الخطوره لمنتخب البرازيل وزي ما احنا كنا لسه بنقول دلوقتي هو اللي بيدي الحريه طيب بما انكم اتكلمتوا على التغييرات وعلى اخطاء المدربين انا بيتهيألي ان المباراه دي لما نيجي نحط كده نموذج يدرس ازاي انه التكتيك ازاي انه طريقه اللعب والوقفه والواجبات اللي بديها لعيبتي في الملعب تقدر قد ايه بجد تكون مؤثره وتعوض الفوارق الكبيره جدا اللي موجوده في النهايه لما نيجي مع كامل احترام لكرواتيا والاسماء الموجوده طبعا. فيها يعني كلها اسماء كويسه يعني لكن لما اجي اقارنهم بسكواد المنتخب البرازيلي الفوارق كبيره جدا قوي لكن الفوارق دي انا ما حسيتش بيها على مدار ال 120 دقيقه نتيجه الحقيقه ان المنتخب الكرواتي قدم جيم على اعلى مستوى دي بقى دي حاجه من ضمن يعني سلبيات كثره النجوم يعني كثره النجوم احيانا زي ما بتديك حلول وبتديك افكار وبتديك حاجات ميزات اضافيه عن المنافس احيانا بتبقى مشكله للمدرب المدرب طول الوقت شايف ان هو عنده على الدكه ناس ليه لا لو نزلت ممكن في الملعب تغير لي فممكن يحصل زي ما حصل امبارح كده هو اشرك رودريجو لاعب ريال مدريد ولاعب المنتخب البرازيلي على حساب فينيسيوس المتالق في البطوله وللاسف رودريجو ما اسعفوش الوقت او ما كانش مردوده في افضل حال كمان زي ما احمد قال ان الضغط اللي لعب بيه المدير الفني امبارح على كاسيميرو ولوكاس باكيتا امبارح كانوا الاثنين على مستوى التكمله الهجوميه كانوا ضعاف جدا ما كانش فيه تكمله هجوميه يمكن الكره الوحيده اللي فلت بيها لوكاس باكيتا اللي هي كانت قبل هدف نيمار على طول وتصدى ليها طبعا لوكا ليفاكوفيتش حارس المرمى الكرواتي بطل المشهد ممنوع الاقتراب والتصوير في ركلات الجزاء بصراحه يعني حارس مميز جدا رغم ان هو ما لعبش خارج الدوري الكرواتي بالمناسبه وعنده 27 سنه ولكن واحد من افضل الحراس في البطوله هيطير شكله بعد البطوله اكيد طبعا اكيد هتنهال عليه العروض طبعا بعد انتهاء عايز اخدكم الماتشات النهارده بس مش قادر افوت بصراحه مواجهه ثانيه كانت تقيله جدا هولندا طبعا والارجنتين والحقيقه المنتخب الهولندي فاجئني انا شخصيا لانه هو فاجئ الناس ويمكن هو فاجئ نفسه هو شخصيا الحقيقه ناس كتير كانت مشيت اصلا يعني لا هو كمان الحقيقه لاعب افضل يعني انا ما شفتش هولندا طول البطوله يعني دور المجموعات رغم ان مجموعتها تعتبر الاسهل او واحده من المجموعات السهله نسبيا يعني لكن ما حسيتش منتخب هولندي جاي يقول انا هولندا بتاعه رود خوليت وماركو فان باستن ودينيس بيركامب واجيال كثيره جدا مش هي دي هولندا اللي احنا عارفينها ورغم كده الحقيقه لعب جيم امبارح قدام منتخب الارجنتين ولا اروع اخر نص ساعه في المباراه اعتقد افضل نص ساعه للمنتخب الهولندي من سنين صحيح وخليني اقول لك يا احمد انه لو كانت النسبة الأغلب يعني متعاطفة مع الأرجنتين يعني اللي بيحب الكورة أكيد حابب الأرجنتين تكمل طبعا عشان ميسي لكن أنا شايف إنه لما الأرجنتين نجحت في إنها تقصي هولندا في تعاطف كبير جدا مع المنتخب الهولندي بعد الأداء اللي قدمه المنتدى اللي راجع عليه يعني منتدى كبيرة جدا وأعتقد إن لويس فان جال كان عايز يسيب بصمة قبل اعتزاله التدريب وكان مصمم أنا كنت حاسس إن المنتخب الهولندي بيتسحب زي ما بيقولوا كده بيعمل في صمت من اول المونديال وممكن ما تحسش هو مرشح بس اعتقد هو كان ماشي في نفس السياق ان هو رايح للنهائي لكن لسوء حظه يعني اتقابل مع المنتخب الارجنتيني مش هو المنتخب الارجنتيني طبعا هقول ميسي لان ميسي عمل باص اعتقد عمل باص العالم كله او كاس العالم في حته والباص اللي عمله ميسي امبارح في الجول الاولاني في حته ثانيه خالص يعني اعتقد ان ميسي اصلا تقريبا ما بصش تقريبا للعيب هو بيلعب له الجول الاولاني لكن اعتقد ان دي مهاره ميسي دي الحلول بتاعت الفوارق اللي هي تبين قد ايه القوه البدنيه المهاره تفوقت عليها في مباراه الهولنديين وتبين قدر المهاره برده كمان الجول الثاني بتاع هولندا بيفكرني بكاس عالم 94 بهدف السويد كان نفس الفاول تقريبا بتاع برلين بتاع لاعب منتخب السويد اتلعب من ورا الحيطه فكان برده الناس كلها كانت متفاجئه بيه نفس الفاول بالظبط اتعمل امبارح قد ايه ان الدعم في الدقيقه 101 تقريبا وبتجر في مجازفه كبيره يعني اي حد طبيعي هيقول حط الفاول مره واحده انما انت بتعمل باص
والناس كلها مش متوقعه وبتجازف ويدخل الجون، فدي بصراحه تبان قد ايه ده اكيد مدرب يعني. دي اعتقد ان دي اكيد لويس فان جال كمان في غورست لاعب هولندا على فكره احرز هدف بالمناسبه السيزون ده مع النادي بتاعه فولفسبورج في الدوري الالماني، نفس الهدف بنسخه بالكربون. فاحنا مش عارفين بقى هل هو فان خال هو اللي خد الهدف من التكتيك بتاع النادي، ولا هو دي جمله متفق عليه. ولكن في غيرست احرز هدف زي ده بالظبط السيزون ده مع فولفسبورج، هدف يعني يا استاذ احمد يمكن لو حللت الهدف، هدف زي ما احمد بيقول في اخر دقيقه كل الناس منتظره الكره في زاويه من الزوايا، لاعبي منتخب الارجنتين واقفين حيطه، الكره بتتلعب ضعيفه جدا على الارض بتمر من هو سهل ممتنع يا بلال، ولا ورغم ان هي بتروح لفيغورست يعني هو ممسوك كمان يعني هو معاه عليه رقابه، ومع ذلك بينجح ان هو يستلم الكره ويلف تحت ضغطه ويلعبها ببرود الاعصاب ده في الوقت القاتل ده. احنا بنلعب تقسيمه كده مع بعض بالظبط يعني الحركه دي كانت هتعكني ان يعني الجول التاني ده انا بعمله في البليستيشن بالظبط نفس مش عايز اجازف يعني الهدف ده لو اتعاد على فكره الهدف ده لو اتعاد مثلا 20 مره مش هيجي يعني حاله التركيز اللي كانت عند الكل في الكره كله منتظر الكره في زاويه من الزوايا وبعدين احنا نلاقي الكره بتتلعب، فهي بصراحه برود اعصاب يحسب للاعيب المنتخب الهولندي ولفيغورست اللي احرز اللي نزل على حساب بقى نجم المنتخب الهولندي ممفيس ديباي دفع بيه برده في مخاطره، وتغيير ناجح جدا للويس فان خال لما سحب ممفيس ديباي نجم الفريق ودفع بفيغورست وكافئه فيغورست باحراز الهدف الاول وكمان الهدف الثاني القاتل اللي كان هيعكن بقى على نصف مشجعي كره القدم طبعا ومحب ميسي طبعا. ما ينفعش انا قلت لحضرتك ما ينفعش كاس عالم من غير ميسي. من الارقام القياسيه امبارح بنتكلم على 17 كارت اصفر ماسيو الارجنتين كلها كده. على فكره ميسي بالمناسبه خرج بتصريح مهم جدا بعد المباراه، يمكن حضرتك تابعت تصريح ميسي وقال ان احنا طب نبارك بقى انتهت المباراه نبارك ونحيي اشقاء المغاربه شرفتونا بجد وفرحتونا وعملتوا انجاز تاريخي اهم مباراه في تاريخ كره القدم المغربيه والافريقيه والعربيه. النهارده المغرب بيفوز على البرتغال وبيصل للمربع الذهبي في انتظار الفائز من فرنسا وإنجلترا، والحلم ما زال مستمرا. حلمنا كلنا على فكرة مش حلم المغاربة بس، كلنا النهاردة الحقيقة وفي ظهر المنتخب المغربي، وكل إنجاز وكل خطوة بينجح فيها بتبقى مصدر سعادة لينا أعتقد. يعني إذا كنت بتكلم عن نفسي وعننا كمصريين، وأعتقد بالنسبة لكل الشعوب العربية شيء بيفرحنا كلنا ويشعرنا الحقيقة فخر شديد جدا انه المغرب يصل للمربع الذهبي. يعني بقى منتخب المغرب بيقول كده بالعباره الصريحه يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، بصراحه يعني كاتب التاريخ هيتعب جدا في النسخه دي مع منتخب المغرب، تصدر مجموعه صعبه جدا فيها منتخب بلجيكا ومنتخب كرواتيا، قدر يقصي منتخب اسبانيا اللي كان ناس كتير جدا بترشحه للفوز باللقب، النهارده بيعمل مفاجاه طبعا مدويه وانجاز غير مسبوق في تاريخ الكره العربيه والافريقيه بالوصول طبعا لربع النهائي. بنبارك لكل اشقائنا في المغرب الشقيق وكل الانتصار للكره العربيه والافريقيه زي ما حضرتك قلت طبعا لا في كلام كتير قوي عن المغرب بقى بما ان المباراه انتهت، بس اسمحوا لنا عشان نكمل كلامنا هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. وتاني نبارك ونهني لاشقائنا في المغرب الفوز على منتخب البرتغال والتاهل للمربع الذهبي في انتظار الفائز من انجلترا وفرنسا. عايزين بقى مباراه كده تكسير عظام يعني 120 دقيقه يعني يهلكوا بعض فيهم عشان اللي هيكسب منهم يوصل للمنتخب المغربي مستوي كده، ويمكن مين عارف محدش خلينا نبقى منطقيين وعلى ارض الواقع محدش كان متوقع في بدايه البطوله. انا شخصيا مراهن جدا على منتخب المغرب من بدايه البطوله، واللي بيتابع السادسه عارف كويس قوي ان انا قلت يا جماعه انتظروا المغرب والسنغال والسعوديه، وقد كانوا المغرب عملتها، لكن انه يطلع متصدر المجموعه بتاعته في معاه بلجيكا وكرواتيا، طب ماشي تصدر، طب انه يتجاوز المنتخب الاسباني، طب تجاوز، طب انه يتجاوز المنتخب البرتغالي او تجاوز برضه، فايه المانع انه يكمل الحلم؟ والحلم مشروع جدا، واللي قدر يعدي من كل دول يقدر يعدي من اللي جاي سواء فرنسا او انجلترا، ولو انها طبعا مواجهه صعبه لانه الاثنين الحقيقه فرقتين بيملكوا سكواد في منتهى القوه، والفرده دي الناحيه دي من المشوار صعبه قوي، يعني على العكس من الناحيه الثانيه بالذات بعد خروج البرازيل، اشوف انه فرنسا وانجلترا الاثنين الحقيقه مرشحين بقوه جدا لتحقيق اللقب، وبالتالي هيكون مواجهه صعبه على اسود الاطلسي، لكن باذن الله هم له، وخصوصا الارض شكلها كده بتلعب مع اصحابها، دي اول او متهيألي اول مره متهيألي يعني لو الذاكره ما خانتنيش اول مره منتخب افريقي وعربي يصل للمربع الذهبي، وبالتالي نتمنى انه الارض تكمل معانا والجمهور طبعا العربي العظيم اللي موجود في المدرجات ويساند المنتخب المغربي في مباراه نصف النهائي باذن الله.
اعتقد ان في حاله فرحه كبيره جدا، والمغرب الحقيقه طبعا وعد واوفى. الحقيقه الانجاز اللي حققه المغرب النهارده بوصول مربع ذهبي ما كانش اكتر المتفائلين يتوقعوا، ولا ايه يا ابو حميد؟ رغم انك انت برضو متفق معايا من قبل البطوله ان المغرب حصان اسود. دي حقيقه، بس يعني ومع بلال طبعا، طبعا على التيمومي، بس يعني حلو على المغرب. جدا. الفكره ان ما حدش كان يحلم ان هي توصل للدور قبل النهائي. الغريب كمان ان منتخب المغرب والمنتخب الكرواتي في مجموعه واحده الاثنين في قبل النهائي، صحيح. فيبين قد ايه ان قوه يعني قوية. ظلمنا كده المنتخب البلجيكي بقى، ايوه كان في مجموعه قويه، صحيح. منتخبين يعني منتخب المغرب بيطلع اول المجموعه، منتخب الكرواتي بيطلع ثاني مجموعه وهو اصلا وصيف كاس العالم اللي فات، فيبين قد ايه منتخب المغرب وليد الكرواتي ده مدرب كبير جدا. لا هو كمان الجميل في الموضوع انك لما تبقى النهارده يعني العالم كله بيتفرج على المغرب بتلعب سيمي فاينل، وايطاليا والمانيا واسبانيا والبرازيل قاعدين بيتفرجوا، يعني ونيمار ونجوم في هنا مورال، في هنا مسج او رساله مهمه جدا. هو التخطيط بقى يعني احنا طبعا زي ما اشدنا قبل كده خلال مشوار البطوله بالمنتخب المغربي وبالسياسه اللي حطها الاتحاد المغربي اقاله خليلو زيتش في توقيت حرج جدا، والرهان الكبير اللي رهنوا فيه المسؤولين على وليد الرجراجي المدير الفني الوطني الواعد اللي اثبت على فكره نجاحات قبل ما يتولى القياده الفنيه للمنتخب المغربي. هنا بقى انت بتخطط صح وبتحط بلان ربنا بيكللها النهارده بالوصول للانجاز التاريخي اللي حصل. منتخب المغرب على فكره بالمناسبه هم مأمنين جدا بالحلم ومصدقين جدا، لاعبين عندهم لاعبين عقليات بروفيشنال جدا، لعيبه كلها بتلعب في مستويات كبيره جدا، يعني عندنا ياسين بونو في اسبانيا افضل حارس في الليجا الاسبانيه، عندنا اشرف حكيمي نشأ وترعرع في ريال مدريد، عندنا مزراوي في بايرن ميونخ، عندنا نايف اكرد في وست هام الانجليزي، يعني مش ناقصهم حكيم زياش طبعا. كل النجوم دي على مستوى المنتاليتي والعقليه مش ناقصهم حاجه، بالاضافه زي ما حضرتك قلت ان البطوله او البطوله بتقام على اراضي عربيه بالدعم الغير مسبوق من الجمهور، حاسين ان هم بيلعبوا في اجواء تناسب جدا الحلم اللي هم بيحلموه، مقسمين المباريات لمراحل مباراه مباراه، كل مباراه بيلعبوها على انها مباراه كاس، مباراه نهائي، بياخدوا البطوله مباراه مباراه، فلذلك هم ناجحين ان هم يوصلوا ويعملوا الانجاز ده. طبعا مش عارف اكلمكم على انجلترا وفرنسا، لان انا بقيت ابص المباراه دي بشكل تاني. يعني انا مستني ماتش انجلترا وفرنسا ده من اول ما تم الاعلان عن اطراف دور الثمانيه، وشايفها يمكن اقوى مباراه في دور الثمانيه، انجلترا وفرنسا مباراه تكسير عظام بمعنى الكلمه. اتنين لما تبص للفرقتين وتبص للاسماء اللي موجوده وتبص لخطوط الهجوم هنا وهنا تتوقع مباراه ناريه يعني. وبالتالي طيب نتكلم على انجلترا وفرنسا قبل ما نشوف مين الافضل للمنتخب. يعني دلوقتي انا ببص المباراه من وجهه نظر المغاربه، هم عايزين ايه من المباراه دي ومين الافضل لمواجهه المنتخب المغربي؟ شايف يا ابو حميد النهارده المواجهه بين انجلترا وفرنسا ازاي، ومين اللي حظوظه اوفر في التاهل لدور قبل النهائي؟ الحظوظ اوفر في الدور قبل النهائي من وجهه نظري اللي هيحسم الموضوع ده المدربين. يا ديشامب هيحسم ساوث جيت وديشامب. اعتقد ان ديشامب عنده خبرات طبعا، هو حامل اللقب وعنده خبرات وبيعرف وعنده لعيبه برده نفس الكلام ساوث جيت عنده، لكن ساوث جيت عمل يعني حركه في ماتش السنغال يعني بجد انا رفعت له القبعه فيها في ماتش السنغال، ادار مباراه السنغال بذكاء شديد جدا. هو ادار مباراه السنغال بذكاء شديد جدا، ولا منتخب السنغال اللي اهداله المباراه على طبق من ذهب بصراحه؟ يعني نتكلم بمنتهى الصراحه، بصراحه هو خدع منتخب السنغال. يعني هو طول المباريات في دور المجموعات بيهاجم وبيلعب بماونت في نص الملعب، بيلعب 4-3-3، فلما تيجي تغير طريقه اللعب خالص وتلعب 4-4-2 وتروح مفاجئ وتنزل هندرسون اللي يجيب الهدف الاول فعلا، فقد ايه انت قلت الاستحواذ بتاع قوه المنتخب السنغالي في نص الملعب. فانت عايز تاخد نص الملعب من المنتخب السنغالي، رحت مقفل مالي نص الملعب بهندرسون وقعدت ماونت على الدكه وبقى عندك حلول. طبعا عوده فودن انا شايف ان هي اضطراريه، لانهم ما كانش مقتنع وكان بيتهاجم من جماهير الانجليز عشان بيتهاجم من الطوب الارض بصراحه جدا، ما قعد في الفول لولا بس الكارثه اللي حصلت لرحيم ستيرلينج ما كانش هيلعب. يعني طبعا فودن متالق في الدوري الانجليزي ومن اهم النجوم، بشوفه من اهم الاجنحه على مستوى العالم، ومع جوارديولا اتطور قوي جداً. يعني بقى احيانا كتير بيدخل مهاجم تاني. يعني هو بيلعب على الطرف وبنشوفه دايما في مهاجم تاني في عايز كتير. ايه غير لعيب سريع مهاري عنده اللمسه الاخيره يعني جدا، وعنده كل مواصفات الجناح المثالي طبعا جدا. فهو فشايف ان ساوث جيت يعني بدا يعني خلاص اخذ الخبرات، اعتقد ان هو اتعلم من خطأه في اليورو. منتخب فرنسا عندهم لاعب اعتقد هو افضل لاعب في البطوله، أيوة. مع احترامنا لميسي طبعا واللي بيعمله مع المنتخب الارجنتيني، لكن اعتقد ان مبابي يعني شفت هزلك راسه، ما هو بيحب ميسي. انا ميسي ياخد حقه طبعا، لكن مبابي افضل لاعب في البطوله. مبابي انا بشوف بينفجر لاعب خارق. ميسي مبابي عنده
امكانيات رهيبه جدا. ممكن شفت يا بلال متى الملك عاش الملك؟ قاعدين نهلل لميسي بقالنا 10 سنين. اول ما بس الراجل يعني خلاص قرب قال لك امبابي بينفجر على طول. لا هو هو انا عامه انا من يعني اللاعب المفضل او اسطورتي المفضله عالميا في من بدايه مسيرته حتى الان هو كريستيانو رونالدو. بس انا بقى الكاس العالم ده علمني صدمتني حاجه. صدمتني على فكره. لا انا كاس صدمتني العالم يا بلال. انا يعني اسطورتي المفضله كريستيانو. بس كاس العالم ده انا قررت بقى ان انا ابعد تماما عن موضوع ان التفضيل. انت اول كاس عالم شفته كان ايه يا بلال؟ 98 فرنسا بلجيكا. انا شفت 94 94 امريكا. لا يعني انتوا الاثنين ما حضرتوش مصر في 90 في ايطاليا. لا احنا شفنا ملخص النقلات اللي احنا كنا بنرجع الكره لورا بس بتاع ايرلندا وضربه الجزاء طبعا. لا بس لعبنا ماتش عالمي قدام هولندا. بالظبط. هولندا بقى كانت هولندا اللي حضرتك بتقول عليها لسه من شويه بقى بالاساطير. بس انا كاس العالم ده قررت يعني امشي في اتجاه مختلف. انا قررت ان انا استمتع بميسي. انا حسيت ان ميسي خلاص يعني ده اخر كاس عالم فعلا. يعني انتوا ما شفتوش إريك كانتونا وما شفتوش زيدان وما شفتوش. لا شفنا زيدان 98. زيدان 98. ما شفناش مارادونا ولا كانتونا. ما شفتهمش. لحقنا بقى شويه من طبعا المنتخب البرازيل ببيتو وروماريو والظاهره رونالدو. طبعا كان طلع في 94 وطبعا تألق وتوهج في 98 وفي 2002. لا لحقنا ناس من العظماء. ولكن ميسي بصراحه هو اللي شاف رونالدو واللي شاف مارادونا واللي شاف في لاعب مهم جدا يعني روماريو. ما بينبهرش قوي من ميسي بميسي ورونالدو يعني. أنا يعني رونالدو نازاريو الظاهره ده بالنسبه لي صح. ده من كوكب تاني كده. انت حسبت الموضوع لا تقول لي امبابي ولا كريستيانو ولا ميسي. ده في حته ثانيه. ورونالدينيو على فكره برضو وزيدان ومارادونا في حته ثانيه خالص. هو رونالدينيو ممكن شويه الاستمراريه ما ساعدتوش. ولكن احنا ممكن احنا الجيل بتاعنا احنا عامه متعلق بميسي ورونالدو لان يعتبروا بداوا واحنا لسه بنبدا تشجيع. كانوا هم بيبداوا ووصلوا بقى يعني على مستوى الاستمراريه. انا ما اعتقدش ان في اثنين مشوارهم امتد لحوالي 13 او 14 سنه من التالق مش من اللعب. تفرق يعني مشوارهم. ميسي لحد النهارده لحد امبارح لولا وجود ميسي في منتخب الارجنتين. منتخب الارجنتين وصل فاينل 2014 لو ما جابش كاس عالم صح. كل ده هيتنسي. مارادونا هيفضل بقى مارادونا هو نجم لا ليه بالنسبه ل 2014 هو وصل لنهائي كاس عالم خسر قدام منتخب الماني قدام المانيا جوتسي. لا ده طبعا هم ساعتها الجماهير هاجموه جدا وقالوا له انت ما ينفعش تكرر نفسك مارادونا. واعتزل بعدها على فكره ورجع من الاعتزال. ربنا يسامحه هيجوين بقى يعني هو هيلاقيها من هيجوين ولا من لوتارو بقى كاس العالم ده. فربنا يكرم لوتارو اللي علامه استفهام في جدا غريب. الحمد لله كنت حاسس ان هو هيضيع امبارح والله. لا حطها امبارح يعني. لا بجد احنا ككره امبارح انا كتبت بعد المباراه على طول وانتصرت كره القدم. لان بجد كره القدم متعه. هولندا لعبت جيم كبير ولكن ميسي بقى بعد المباراه يمكن صح كان تصريحات ميسي والكلام اللي قاله احتفاله على طريقه ريكيلمي امام فان جال والمشكله الشهيره اللي كانت بين ريكيلمي وفان خال. لو حضرتك تفتكر وقت تولي فان خال لتدريب برشلونه سنه 2003 او 2004 كل ده بيبين قد ايه كان في ضغوط محطوطه على ميسي بالتحديد كقائد لمنتخب الارجنتين. قائد عايز يحقق احلام شعب الارجنتين. شعب هو محب للكوره واحلامه هو طبعا ان هو يصبح اللاعب التاريخي كمان. هو صرح ضد فان خال. صرح ضد لاهوز. صرح كمان ضد فورست وهو خارج من الملعب كان بيعمل لقاء مع احد القنوات وغير هوست وقف بيبص لميسي كان عايز فقال له كلمه طبعا لفظ خارج ميسي. لاول مره بنشوف ميسي في الحاله دي بعد المباراه. وده زي ما بقول لحضرتك ده كان شد وجذب كبير بين لعيبه كتير امبارح اوتاماندي وفي الملعب كمان باريديس يعني كمان هي الكره اللي باريديس سددها في دكه هولندا طبعا والدكه كلها اندفعت اتجاه باريديس وحصلت مشكله وانذارات. المباراه توترت جدا 17 انذار كنا بنقول قبل الفاصل رقم قياسي في مباراه وقت اضافي كبير جدا. وهي بصراحه كانت موقعه. وامبارح كان يوم مشهود في كاس العالم ان التعادل القاتل لمنتخب كرواتيا في الوقت ده وبعديه التعادل القاتل على طول في المباراه اللي بعدها. فلا كان يوم امبارح من ايام كاس العالم اللي ستبقى في الذاكره يعني. طبعا ده اللي حضراتكم شايفينه. النتيجه طبعا انتهت 2-2 وبركلات الترجيح انتهت 4-3 لصالح الارجنتين. لكن القائمه دي هي قائمه الانذارات اللي حصل عليها لاعيبه الفرقتين مش التشكيل. مش التشكيل بالظبط كده. وده اعتقد يمكن يكون رقم قياسي في ماتشات كاس العالم من حيث عدد الانذارات. لكن الانذارات كلها هتترفع بالنسبه للفرقه اللي تاهلت. هتترفع
هتتلغي يعني من ماتش الدور قبل النهائي، وبالتالي اي لاعب من اللعيبه اللي عنده انذارين هيشارك في المباراه. عندنا بقى كرواتيا والارجنتين كانوا تواجهوا في 2018 في دور المجموعات، ومنتخب كرواتيا فاز على، يمكن ناس كتير ما تفتكرش المباراه دي عشان كانت في دور المجموعات، منتخب كرواتيا فاز على الارجنتين بثلاث اهداف نظيفه، وده يدي افضليه نفسيه طبعا ومعنويه. سيبك انت بالتاريخ، سيبك بس كرواتيا بتتسحب، كرواتيا بتتسحب وهي من بعيد. بص من اول البطوله قال لك منتخب العواجيز، البدايات في المجموعه ما كانتش افضل شيء ممكن، فكله قال لك لا كرواتيا الوصيف اللي كان في روسيا 2000 مش هو كرواتيا اللي في قطر 2022. سنه بسنه بسنه ضربات جزاء بضربات جزاء. حصل موقف احمد من يعني خمس سنين قبل كاس العالم اللي فات، فتسالت سؤال يعني مين شايف ممكن يوصل للنهائي قبل الكاس العالم بثلاث شهور. انا قلت ساعتها كرواتيا، كان ساعتها كرواتيا. ليه بقى يعني بتجيب الحاجات دي منين يا ابو حميد؟ هقول لك ليه. يعني مين ممكن يقول رهن على كرواتيا؟ هقول لك لا مش موضوع شيخ والله. انا عندي اقتناعات ان الكره دلوقتي بقت اكبر قوه في الملعب نص الملعب، اللي بيقدر يتحكم عنده نص ملعب قوي. ريال مدريد اخذ دوري ابطال اوروبا بسبب ساعتها، لان انا قلت لك ريال مدريد نص الملعب بتاعه قوي جدا. انا بص بقى هتقول لي نص ملعب ريال مدريد، هقول لك بنزيما وكورتوا، لو الاثنين دول اتشالوا من سكواد البطوله الاخيره بالذات. من الحقيقه طبعا الاخيره ده كورتوا في النهائي، بنزيما وكورتوا لو طلعوا بس بره سكواد الريال، الريال ما يلعبش ما فاينل اساسا. كورتوا صد كره في النهائي بتاعت صلاح غريبه. فنص ملعب ساعتها كان مين؟ كان لوكا مودريتش، وكان راكيتيتش ساعتها في برشلونه. أيوة. وكان برده كوفازيتش، يعني كان نص الملعب قوي جدا. فاعتقد وكان معاهم ساعتها مانزوكيتش اللي هو مدرب دلوقتي في منتخب الكرواتي. أيوة. فانا كنت شايف ان المنتخب الكرواتي قوي جدا في نص الملعب، فيعني مع طبعا مع خيالي بدا انصرح معاهم. فعلا حسيت ان هم وصلوا النهائي، لكن وصلوا مع منتخب فرنسا خلاص عرفت ان هم منتخب فرنسا. الموضوع صعب ان هم ياخدوا البطوله. أيوة. منتخب فرنسا كان قوي جدا. النهارده في واحد من اثنين كبار هيطلعوا، هيطلع بره البطوله، فرنسا ولا انجلترا؟ مين فرصه اكبر من وجهه نظرك يا بلال؟ انا عشان اكون متسق مع ترشيحي اللي انا قلته في الحلقه اللي فاتت، انا برشح منتخب انجلترا النهارده ان هو يفوز، وبراهن على ساوث جيت. يمكن قلت لحضرتك في الحلقه الاولى انا شايفه واقعي جدا، وشايف ان النهارده يعني البطوله مش هتخدم منتخب فرنسا ان هو يحقق اللقب مرتين ورا بعض. انا شايف هيبقى مفاجاه كبيره، هتبقى هي مش هتبقى مفاجاه، هي على فكره هي الفرقتين مستواهم متقارب جدا زي ما حضرتك قلت، سكواد هنا وسكواد هنا، مفاتيح اللعب هنا ومفاتيح اللعب هنا، حارس المرمى سواء بيكفورد او هوجو لوريس، كل فريق عنده نقاط قوه رهيبه. نقاط الضعف بقى لما نيجي نتكلم على نقاط الضعف، انا شايف ان ممكن النهارده اللي تفرق شويه طبعا لو تمكن امبابي من ان هو يروح مثلا على هاري ماجواير في كوره او كورتين. طبعا هاري ماجواير يعني بس خلاص هاري ماجواير يعني ساوث جيت بيحبه جدا، بس على فكره عايزين برضو نديله حقه، عامل بطوله عايزين نديله حقه، هو ماشي كويس تاني. يعني قلت له ما جاش في ماجواير ده مش ماجواير، هو مع منتخب انجلترا غير، عامل حاجه تانية خالص بصراحه. بالظبط. فانا بقول النهارده انجلترا هتحقق مفاجاه وهتقصي حامل اللقب، وتبقى الليله التي بكى فيها امبابي. يعني رونالدو على فكره بكى بعد خروج البرتغال، ونيمار بكى بعد خروج البرازيل، يبقى الدور على اهم حاجه زياش ما يبكيش على امبابي. مش عايزين حكيم. لا انت بالنسبه لك اهم حاجه ميسي. انا البطوله دي مع ميسي بصراحه. انا شايف ان فرنسا هتكسب انجلترا، وغياب بنزيما من اسباب ان فرنسا توصل النهائي. فعلا غياب بنزيما سبب مهم جدا جدا، مع ان جيرو يعني مش ما هو طريقه لعب منتخب فرنسا جيرو خادمها. المهاجم اللي هو رقم 9 اللي هو الصندوق القوي اللي يبقى محطه مع مبابي بيفرق جدا. مبابي واخد حريه، مبابي منفجر فعلا في وجود جيرو. لما كان بنزيما بيلعب معاه الاثنين بيميلوا في نفس المكان، يعني دي كانت عامله مشكله. غير ان مبابي اصلا برده بدا حسنه الغرور باينه جدا، حتى في طريقه لعبه، حتى في طريقته وبيحتفل بالاهداف. فاعتقد ان غياب بنزيما نقط ضعف فرنسا ونقط ضعف انجلترا من وجهه نظركم. يعني اذا كنت النهارده بتتكلم على طريقه لعب او على ثغرات موجوده في منتخب انجلترا، بالتاكيد كل منتخب عنده نقاط ضعف. يعني تبقى حابب المدير الفني ومقتنع بيه، تبقى شايف السكواد احسن سكواد في الدنيا، اكيد في نقط انت هتشتغل عليها عشان تحاول طبعًا تكسب منتخب زي ما عمل منتخب. لما يعني تيجي تقارن منتخب بالمغرب باسبانيا او ببلجيكا او بكرواتيا او بالبرتغال، اكيد طبعا كسكواد وكتجربه وكخبره البرتغال ده بطل يورو، اسبانيا دي بطل عالم، لكن اكيد الرجراج يشتغل على نقاط ضعف معينه. بالزبط. ايه ابرز نقاط الضعف في المنتخبين؟ قسموهم مع بعض. تحب تتكلم على الانجليزي؟ انا اتكلم عن منتخب انجلترا عشان رشحته. ماشي. منتخب فرنسا اعتقد ان الخط الخلفي هو دي مشكله. يقول لك مفيش نقاط ضعف. لا 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 طبعا لا، الخط الخلفي عند منتخب فرنسا بطيء جدا. يعني بطيء جدا، واعتقد ان هاري كين
عامل بطوله كبيره جدا. ده هيلعب مع خط هجوم سريع جدا قوي. جدا جدا سريع جدا من غير الدكه كمان يعني راشفورد قاعد على الدكه برضه سريع جدا. فاعتقد ان خط ظهر المنتخب الفرنسي لو ما كانش متماسك في مباراه انجلترا اعتقد هيبقى مشكله كبيره جدا، خاصه ان هاري كين ما بيبص يعني طول البطوله ما بيجيبش اهداف بس بيعمل مساحات كبيره لكل اللعيبه اللي جايه من الخلف سواء فودين او ماونت او اي حد بيجي من خلف طبعا، أو وطبعا بيلينجهام طبعا اللي هو شايف يعني ممكن يبقى من نجوم المباراه، لكن هاري كين حاسس ان هو يعني ممكن يجيب اهداف في المباراه. هو ماتش يعني سيبك بالانتماءات بقى ومين لا لا لا. يكسب ومين ماتش تكسير عظام، انت قلت احلى تشبيه فيها تكسير عظام، احلى تشبيه لي فعلا. ماتش يعني اللي بيحب الكوره يبقى مستني الماتش ده بقى بالزبط. في حاله شغف هيبقى سريع جدا هيبقى يعني سريع جدا سريع جدا لان في سرعات كبيره. منتخب انجلترا عنده نقاط ضعف ولا يعني عنده طبعا نقاط ضعف ممكن شويه. هوجو لوريس على فكره من الحراس اللي هو بيصد لك الحاجات الصعبه جدا الحاجات المستحيله وممكن يدخل فيه اهداف سهله جدا، فاحنا ما نضمنش النهارده ممكن ايه يحصل، ولكن على خط على ارضيه الملعب بتتكلم عن نقاط ضعف منتخب فرنسا. سوري معلش بقى احنا نتكلم على عندنا احنا بقى المنتخب يعني الاثنين نقاط ضعف منتخب فرنسا عشان مش شايف نقاط عايز تخسر فرنسا بقى. لا انا ممكن نقاط الضعف زي ما قلت لحضرتك في المنتخب الانجليزي هتبقى متمثله شويه في سرعات هاري ماجواير مقارنه بالسرعه الهائله لمبابي طبعا في المواجهات الفرديه وفي الواحد لواحد. كمان المساحات اللي ورا لوك شو شويه يعني لوك شو برده بيأدي حتى الان باداء يعني متوازن شويه، ولكن لوك شو لما بيبقى خارج الحاله الفنيه والذهنيه بيبقى كارثه طبعا. فهم دول الاثنين اللي ممكن ياثروا شويه، ولكن لو جينا لنقاط القوه طبعا نص الملعب النهارده هتبقى فيه مواجهه زي ما حضرتك قلت كل العالم او كل متابعي كره القدم هيستنوا يشوفوها. تشاوميني في منتخب فرنسا وبيلينجهام في منتخب انجلترا، الاثنين دول واحد حريف قوي وواحد رقم 6 حافظ واجبات المركز بيعرف يقطع كويس قوي يسلم ويستلم. فاعتقد النهارده كل المراكز النهارده واحد ضد واحد بالظبط يعني بول ووكر ماجواير ستونز لوك شو في مواجهه غالبا عثمان ديمبلي امبابي جريزمان. يعني انت بتتكلم على مواجهات في كل انحاء الملعب على كل مستوى المباريات بقى اللي زي دي التفاصيل بقى التفاصيل الصغيره جدا التفاصيل الصغيره جدا هي اللي بتحسم المباريات الكبيره. يعني دايما المباريات الكبيره فيها سكور تقيل ولا مباراه تخلص لو لعب مفتوح لو لعب مفتوح ممكن نشوف 3-3 وممكن نشوف 2-2 زي امبارح هولندا والارجنتين، لكن لو كل مدرب لعب على انه هو يخطف من كوره او يلعب من على ركله ثابته مثلا او جمله معينه لا ممكن نشوف مثلا 1-1 والله برده فكره. يعني النهارده بعد ما المغرب اتاهلت ابتديت ابص حتى للناحيه الثانيه بشكل مختلف. كرواتيا تاهلت بعد 120 دقيقه قدام منتخب برازيلي، الارجنتين تاهلت بعد 120 دقيقه بعد مواجهه المنتخب الهولندي، وبنتكلم على منتخبات فيرست كلاس يعني 120 دقيقه فيها مجهود تقيل جدا وكبير جدا. الفاينل كرواتيا في مواجهه الارجنتين برضو مواجهه صعبه ومرهقه جدا. نتمنى انه ده يكون بيخدم المنتخب المغربي طبعا، وليه لا؟ يعني لو ماتش النهارده وصل ل 120 دقيقه اعتقد ده بيصب، احنا بنتكلم على سيمي فاينل هيتلعب الثلاث النهارده السبت 3 و4 اللي جاي، فبالتالي من حسن الحظ للمنتخب المغربي انه خلص النهارده في 90 دقيقه، فبالتالي مخزون البدني هيحافظ عليه طبعًا. اعتقد تفرق معاه كتير هتفرق طبعا، والمردود البدني والاصابات اللي حصلت للمنتخب المغربي النهارده طبعا قدر يستفاد من زي ما حضرتك قلت كده انه ينهي الجيم في 90 دقيقه امام منتخب قوي طبعا منتخب البرتغال. ده هيديله راحه اكتر، هيديله ان هو يعمل ريكفري يقدر يعمل ريكفري افضل للعيبه ويستعد وينتظر بقى الفائز من مباراه النهارده زي ما حضرتك قلت. نتمنى ان هي تكون 120 دقيقه، مش عايزين نشوف اصابات بقى، عايزين نشوف ايقافات كده وكروت حمراء بحيث ان اللي يروح للمغرب بقى يروح نجومه. مين النهائي الحلم من وجهه نظركم؟ يعني من الناحيه دي ومن الناحيه دي ايه المباراه اللي يتقال عليها نهائي لا ينسى نهائي تاريخي؟ لو نهائي تاريخي المغرب وفرنسا. المغرب ما تقابلش فرنسا. المغرب شايف فرنسا المغرب واما الارجنتين المغرب وكرواتيا. المغرب وكرواتيا ده تاريخي انا طبعا الارجنتين وفرنسا. الارجنتين وفرنسا ده هيبقى يعني هيبقى نهائي طبيعي. على مستوى ده هيبقى نهائي على مستوى الحدث يعني اللاعب دور كبير جدا مع نجاح فرقته من الفرقه اللي وصلت لغايه دلوقتي. يعني هل تشوفوا ميسي مع ميسي مع الارجنتين طبعا هي دي الاجابه ميسي ولا مبابي مع فرنسا؟ لان يعني مبابي برضه جماعه عمل ارقام ريكورد طبعا كبيره جدا. نتكلم على لاعب حقق او سجل 9 اهداف في كاس عالم قبل ما يوصل 24 بينافس اساطير عدى في ميسي كمان يعني
انا شايف ان في لاعب لازم ياخد حقه بصراحه وما بقاش جندي مجهول، سفيان مرابط لاعب المنتخب المغربي. لاعب اعتقد ان هو سبب كبير في وصول المنتخب المغربي قبل النهائي، برغم وجود زياش وبرغم يوسف نصير اللي هو هدف عمل يعني جون جميل جدا النهارده. أيوه. اعتقد يعني عدى الجرم بتاع كريستيانو. حقيقي. وطبعا ياسين جول. في ناس كتير قوي على فكره ساعه لما دخل الجول ده في ناس كتير جدا قالت نفس التعليق. طلع فعلا التيك اوف ده التيك اوف بتاع كريستيانو. والالتقاء كمان كان مع مين يا استاذ احمد؟ كان مع روبن دياز، افضل مدافع في الدوري الانجليزي. يعني مش طالع مع مدافع، فلا ده مدافع ليه ثقل وعنده خبرات كبيره جدا، اعتمد هو والحارس طبعا الاثنين، ولكن ديجو كوستا. يوسف هو ديجو كوستا طلع بصراحه يعني ليه نسبه مساهمه في الهدف. لا وطلع قبل يعني ده بدر الكره غلط. لكن الارتقاء طبعا والتيك اوف بتاع يوسف المصري كان اعلى من الاثنين طبعا، هدف رائع. كمان عايز اقول بس نقطه مع احمد اشد بسفيان مرابط، كمان اناحي لاعب المنتخب المغربي لاعب بيقدم مستوى كبير جدا، اتكلم عنه يمكن لويس انريكي بعد مباراه اسبانيا وقال ان انا يعني متفاجئ ومذهول من المستوى والمردود الكبير اللي بيقدمه اناحي لاعب. لا انا بشوف انه البطوله دي هتكون بوابه خير للاعيبه المغرب بشكل كبير، يعني معظمهم انا يعني يمكن قلت لحضراتكم المعلومه لكن للي ما يعرفهاش بقولها مره ثانيه، نص لاعيبه نص سكواد المنتخب المغربي من مواليد اوروبا، اتولدوا في اوروبا وعاشوا في اوروبا، وبالتالي الثقافه والمنتاليتي والمشوار والاحتكاك عاشوه كله في اوروبا. لكن في النهايه ما تقدرش تقول يعني باستثناء حكيمي وزياش مثلا كلهم بيلعبوا في فرق في اوروبا، لكن ما فيش حد بيلعب في فريق بينافس دايما على بطوله. يعني ياسين بونو احسن حارس مرمى في 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 الليجا الاسبانيه، لكن ما حققش لقب مع فرقته. معظم اللعيبه اللي بتلعب بره ما حققتش القاب مع فرقها باستثناء حكيمي في بي اس جي ومن قبله طبعا في ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وحكيم زياش طبعا في مع عكس امستردام ثم انتقاله لتشيلسي الانجليزي. ما تقدرش تقول انه سكواد، لكن شايف بعد البطوله دي لا المغاربه لعيبه المغرب يعني هيروحوا الليفلات ممكن اعلى، يروحوا الليفلات اعلى بكتير وانتقلوا من مكاسب البطوله يعني بالظبط. زي دلوقتي الترشيحات اللي موجوده ان سفيان مرابط ارتبط اسمه بليفربول الانجليزي، في تقارير كتير طالعه من اوروبا ان ليفربول هيدخل معاه في مفاوضات بعد البطوله. طبعا زي ما حضرتك عارف وقلت نصير مزراوي بيلعب في بايرن ميونخ. نصير مزراوي بايرن ميونخ بالظبط بيلعب يعني عندهم مجموعه لاعبين مميزين جدا اللي بيلعب فيهم في التوب ليفل خلاص هو ضامن مكانه، ولكن زي ما حضرتك قلت اللعيبه الثانيه المميزه اللي بتلعب معاهم هتنتقل بقى لليفل اعلى طبعا بعد البطوله. في لعيب يعني يستحق بصراحه يلعب في دوري اكبر من كده اللي هو بوفال. بوفال ده لعيب ممتع. لعيب انا مش بوفال لعيب ممتع. بوفال. سفيان بوفال او سفيان بوفال لعيب ممتع قوي، واعتقد ان في ماتش اسبانيا وماتش البرتغال يبان لك قد ايه عنده شخصيه وبيروح لاي لعيب يعني بيروح لاي حد بيعدي منه. النهارده وماتش اسبانيا لعيب هو بيلعب في الجيل الفرنسي في الدرجه الثانيه، اعتقد ان هو يستحق ان يلعب في دوري كبير. هيلعب. اعتقد بعد البطوله دي وبعد مشوار نجاح المغرب اللي حققته لو راحوا الابعد كمان اعتقد ان النتيجه هتكون شبه مؤكده. خلينا استعرض معاكم بقى سريعا ومع بلال ومع احمد كده مكاسب المونديال في نسخه الاخيره ونشوف بالارقام كده ماذا حقق المونديال للدول المستضيفه للبطوله. جاهز معانا؟ طبعا احنا بنتكلم طبعا على ارباح يعني بالاضافه طبعا لفكره الاستضافه وفكره المشاركه كبلد مضيف للبطوله بيبقى فيه ارباح طبعا اقتصاديه كبيره جدا. يمكن الارقام تطورت في السنوات الاخيره. قطر اعتقد المشهد استثنائي لان احنا بنتكلم طبعا على يعني دوله استعدت للمونديال فروم سكراتش، ما كانش عندها اي بنيه تحتيه تسمح لها بده، ولكن مع ذلك قدرت تحقق ارباح بصرف النظر عن المصاريف اللي تم انفاقها. طبعا انها انفقت رقم تاريخي ما اعتقدش انه هيتكرر مره ثانيه، وصلت الارقام الرسميه ل 220 او 222 مليار دولار. لكن في البرازيل 2014 كانت مكاسب النسخه دي 358 مليون دولار، وفي روسيا 2018 كانت المكاسب 400 مليون دولار، وفي قطر 2022 كانت المكاسب او الجوائز الماليه لكاس العالم 440 مليون دولار. طبعا يعني ارتفاع طبيعي بمقارنه زي ما حضرتك قلت من بدايه مونديال البرازيل. نوضح الجوائز بتتوزع ازاي بلال؟ تمام. جوائز البطوله يعني 440 مليون دولار دول هيتوزعوا ازاي على الفرق المشاركه؟ نبدا من المركز ال 17 للمركز ال 32 ودول المنتخبات اللي ودعت البطوله من دول المجموعات. كل منتخب هيحصل على 9 مليون دولار لكل منتخب. من المركز التاسع للمركز ال 16 ودول المنتخبات اللي ودعت من دور ال 16 هيحصل كل منتخب على 13 مليون دولار. من المركز الخامس للمركز الثامن ودول اللي غادروا من دور الثمانيه هيحصل كل منتخب على 17 مليون دولار.
احمد من المركز الرابع تقول لنا. المركز الرابع 25 مليون دولار، المركز الثالث 27 مليون دولار. يعني كده المغرب ضمنت على الاقل 25 مليون دولار. ده حقيقه. المركز الثاني 30 مليون دولار، والبطل 42 مليون دولار. والبطل الحقيقه مش مهم، يعني كل المراكز من الثاني لل 32 تفرق معاهم الجوائز الماديه، لكن بيتهيألي مجد الحصول على لقب كاس العالم لا يضاهيه اي مكسب مادي على الاطلاق، حتى لو بريق الذهب ل 42 مليون دولار. بريق الذهب بقى لا يضاهيه، بيتسجل في التاريخ طول عمره. نورتونا واسعدتونا واستمتعنا بيكم، وما زالت البطوله مستمره، وما زال طبعا تواجدكم معنا في الايام اللي جايه مع مباراتي او مواجهتي الدور قبل النهائي والنهائي مستمره ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا، احمد مصطفى، بلال محسن، شرفتونا في السادسه. شكرا. شكرا احمد، ومبسوط كنا معاك يعني. شكرا ليكم، وعلى كل خير نتقابل دايما على شاشه الاهلي. بكره حلقه ما قبل المباراه، طبعا عندنا ماتش الاهلي والاتحاد ان شاء الله السكندري يوم الاثنين اللي جايه، هنتابع كل تفاصيل الساعات الاهلي في حلقه بكره. بشكركم على المتابعه وتحياتي لكم.